الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ونقول له كل سنه وانت طيب يا دكتور. طبعا سنه جديده وان شاء الله تبقى سنه سعيده على حضرتك وعلى علينا وعلى كل مصر ان شاء الله. يعني سياده الوزير، عايز اسال او ابدا مع حضرتك بالاسئله اللي عندي في البدايه. اولا، كيف ترى استضافه مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه والدور الكبير اللي قامت بيه كل مؤسسات الدوله واخرها طبعا او اولها متمثله في وزاره الشباب والرياضه؟ دي حاجه عظيمه جدا على اقصى المستوى، والحاجه العظيمه ان هي ما كانش مقدر ليها في الحقيقه ان احنا يعني نكون موجودين فيها او ناخدها يعني. نعم نعم. لغايه يعني 2023 مثلا، وتعرف حضرتك اخر حاجه احنا كنا عملناها 2006، وكان يعني وما قبلها يعني 86 وما قبل 86 74 و9. نعم. فاكيد يعني شعور زي شعور حضرتك باستضافه حدث كبير في افريقيا كره القدم، يعني يكفي ان الحدث اخذ قدر كبير من سعاده كره مصر. يعني سيادة الوزير، يعني ده سؤال بقى شخصي عايز اسأله لحضرتك، يعني امتى بدأ التفكير في استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019؟ يعني حضرتك كنت قاعد، ايه اللي حصل؟ المهندس هاني يكلم حضرتك، يعني ازاي تواصلتم ووصلتوا ان انتوا توصلوا لقرار ان شاء الله مصر تستطيع ان تنظم كأس الأمم الأفريقية او تستطيع ان تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية؟ لا والله، هو الفكرة في حاجة مختلفة شوية، لأن كنا مترقبين لما طلعت إشاعة كاميرون مش هتبقى موجودة، وبعدين كاميرون بقت موجودة، وبعدين طلعت إشاعة يعني على موضوع المغرب، ثم معالي وزير الرياضة المغربي أعلن عدم دخول المغرب. حتى تواصل يعني بشكل أو آخر درجة الوزراء معايا، وكان في تواصل أنا مع رئيس الاتحاد المهندس يعني، وبدانا من اللحظه ديت ان احنا نجري خطوات سريعه في يوم ونص تقريبا، والحمد لله يعني انجزنا فيها النتيجه اللي احنا فيها. طيب، راي حضرتك في حصول مصر على اغلبيه الاصوات، يعني 16 واحد، هل ده بنعتبره رد اعتبار ولا ده شيء كائن بذاته؟ والله كل الاعتبارات اللي حضرتك قلتها موجوده، بالاضافه الى ان يعني مصر الحمد لله رئيس الاتحاد الافريقي، بتكلم الاتحاد الافريقي مش الاتحاد كره القدم، يعني على المستوى السياسي يعني برئاسه خمسه الرئيس يعني، فيجي في نفس التوقيت دي حاجه مهمه جدا يعني، ان يعني تيجي في التوقيت دوت يعني في 2019 وما تصدقش نفس الامم في 2019. نعم. طيب، يعني كنت شايف لحضرتك مع السيد رئيس الوزراء صور كثيره في استاد القاهره، ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن الاستادات التي من الممكن ان تستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه؟ هو فعلا في لجنه يعني منظمه، وزي ما عملنا يعني لجنه منظمه، رئيس احد المنظمات كره القدم المهندس هاني يكون رئيسها. في الحقيقه يعني اقترح من خلال اتحاد الكوره واللجنه بشكل مبدئي الاستادات اللي موجوده، ودي يعني في مبررات على الضغط يعني، لكن هو في استاد القاهره، استاد الدفاع الجوي تقريبا، واستاد الكليه الحربيه، يعني في القاهره ثلاث استادات. نعم. في اسكندريه استاد الاسكندريه. نعم. واستاد حرس الحدود. حرس الحدود. ماكس. وكمان في طبعا عندنا يعني مجموعه من الاستادات اللي هي كمان بتتعمل دلوقتي في الحقيقه عليها فتح كامل، يعني زي بورسعيد والاسماعيليه والسويس وهكذا يعني. حضرتك شفت بقى ماذا عن تطوير ارضيه الاستادات؟ لان احنا يعني اليومين دول احنا عارفين احنا في مصر يمكن التوقيت فارق شويه، لانه دلوقتي في الشتاء بتبقى الارضيه مش شكلها مش لطيف شويه. ده فعلا، لكن هيتم العنايه والتركيز بشكل كبير جدا في مجموعات عمل بدات بالفعل، يعني باستثناء قطاع القاهره لانه بيطور من صفر ارضيه الملعب بتاعته بنوع جديد، الربط مربوط ما بين القصر الطبيعي والصناعي بطريقه جديده يعني. بقيه الاستادات اكيد بيتعمل عليها دلوقتي دراسه كامله في مجموعات عمل بدأ. يعني بدا يتفندم مجموعات عمل دي بالفعل. رئيس الوزراء معايا. باقي الاستادات هيتشال طبعا كل حاجه، وعارفين يعني زي المواصفات الافريقيه الحد الادنى لكل استاد 15
ألف. ألف ده أفريقيا، فبالتالي ده كمان من ضمن المتطلبات اللي بتشاف عليها. تمام. عايز أسأل حضرتك برضو عن زيارتك لاتحاد كرة القدم يوم الأحد الماضي، وما الذي تم التطرق إليه؟ كان لازم طبعا يحصل اجتماع وزيارة، كان لازم، وحصل الاجتماع وحصلت الزيارة وحصل مؤتمر صحفي، لأن أكيد لازم يكون في تحديث معايا بصفتي يعني والمجلس ده كله، لأن كلنا الحمد لله في اتجاه واحد تجاه بلدنا، كلنا عارفين ست شهور تحدي كبير جدا، لازم اكيد احنا يعني قد هذا التحدي. نعم. مثل المصريين، فكان لازم احنا يعني نضفي الرؤيه العامه وشكل وترتيبه ان يكون فيها من لجنه عليا دوله رئيس الوزراء ومجموعه الوزراء المعنيين واللجنه التنظيميه برئاسه المهندس هاني، والترتيبه اللي احنا يعني كان لازم نوضحها ونحط المعطيات بتاعتنا كلها يعني. سيادة الوزير، بما ان هناك تعاون دائم ما بين اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، هل من الممكن ان يكون اختيار مثلا مدير البطولة بالتعاون مع ما بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، ولا ده حق اصيل للوزارة ولا للاتحاد؟ يعني برضو عايزين الناس تفهم النقطة دي. بص يا كابتن الاسلام، في الاخر كلنا في اتجاه واحد، كلنا في اتجاه اكبر من كده، عشان كده لما نوهنا قلنا ان في لجنة عليا كبيرة، وفي كمان يعني مجموعه متابعه ما بين اللجنتين واللجنه التنظيميه. اكيد احنا بنتعامل يعني كاداره ككل، لجنه منظمه وبيفوض رئيس اللجنه المنظمه على اتحاد الكوره وبيعملوا هيكل تنظيم متكامل، واعتقد يعني مدير الحدث هو منفذ يعني، لان فوق اللجنتين كبار يعني. بالظبط. الاختيار متكامل، لان ما ينفعش يعني اي حد يقرر العمل، لازم ينتقي من يؤدي سياسه. مظبوط مظبوط. وحضرتك انا يعني شفت حضرتك تصريح ان هو هيكون شاب من الشباب، بما ان اتجاه الدوله من هذه الايام الى الشباب. والله هو في اقتراح يعني كذا اقتراح من استاذ رئيس اللجنه المنظمه، واحنا مع ما يكون موجود، بس نقول يعني ما حدش يقلق حاجه، لان في مهندس خالد في خبرته واتحاد الكره وخبرته، دي كلها حاجات يعني ما نقلقش من مين، لكن انا بقصد الجروس يعني ايه جروس؟ ان احنا بطوله كبيره وست شهور ده الاهم، بقصد للتجهيزات اللي هتعمل، بقصد كمان لمسؤوليات الاتحاد، ان يعني ولا ينفع بطوله فقط، شكل التنظيم مش على اعلى مستوى. مظبوط. ولا ينفع ان احنا نضيف بطوله مصر والمنتخب يعني ربنا يستر لا يوازي لا يوازي توقعات والمصريين يعني، لان اي واحد اي اخطاء يعني اكيد احنا سنصدق يعني. نعم. وبالتالي يعني كل الامور هتبقى في اتجاه الاتجاه الصحيح يعني، من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الفنيه، واعتقد ان حضرتك مراقب لكل ده. اكيد كلنا هنشتغل كل ده. نعم. دقه شديده ان شاء الله يعني. السيد رئيس الوزراء قال لحضرتك ايه بعد ما شاف استاد القاهره؟ لا، في حاجات كتير ان شاء الله نعملها، لان ده هيكون الاستاد الرسمي للافتتاح والختام، ففي حاجات كتير اكيد احنا بعد استاد القاهره بقى الفتره دي بقتش عارف. نعم. وبيتجهز، فطبعا لما المكان ما بيبقاش مستخدم اكيد بيبقى شكله يعني مش ده الشكل الطبيعي يعني، اكيد يعني. مظبوط. فاكيد احنا يعني لازم في حاجات كتير، ودوله رئيس الوزراء بتشتغل تتحرك معانا واتحركت معاه، ان احنا ان شاء الله يعني شكل يختلف عند استضافه الحدث. تمام. طب ماذا عن حقوق البث يا فندم لهذه البطوله؟ هل سيكون هناك اتفاقات بين مصر والشركه صاحبه حقوق البث، ولا الامور هتفضل زي ما هي؟ بص، هو حقوق البث والحقوق التجاريه دي، اما ان المشاهده للبطوله زي ما حضرتك عارف خلاص يعني اللي عنده اشتراك هيبقى يعني ما تشالش الاشتراك من مصر. نعم. اما ايه ودور التلفزيون واللي هيتعمل، اكيد في لجان شغال على هذا الموضوع في الوقت الحالي. طيب، هل البطوله الافريقيه ستكون بدايه، او يعني مجرد لما احنا فزنا بهذه البطوله او تنظيم هذه البطوله، هل سيكون بدايه لعوده الجمهور محليا خلال الفتره القادمه بشكل اكبر؟ طبعا، ده انا اكيد، لان ان شاء الله يعني كل العوائد الايجابيه، لان البطوله بتدخل في مصر ليها عوائد كتير مباشره، عوائد غير مباشره، وعوائد اقتصاديه وعوائد سياسيه،
من ضمنها هي استدامة بطولة الجماهير، أكيد هتكون أحد مكاسب هذه البطولة. تمام. طب هاخد بقى حضرتك لجزء تاني، وهو كيف ترى فوز منتخبنا لكرة اليد أمس على الأرجنتين في بطولة كأس العالم، وتوقعات حضرتك لمسيرة الفراعنة إن شاء الله؟ والله أنا يعني متابعتي مع الجهاز الفني ومع مؤسسة مجلس الإدارة ومهندس هشام من بداية العمل مع بعض من شهر 7 واستخدام من خلال الاتحاد جهاز فني لمتطلباته وتحقيق يعني احتياجاته المختلفة. يمكن انا يعني تناول الحديث معاه هو يعني حصل دروب بالنسبه للاعبين، هم مش عارفين يعني بيقولوا باد لك ودي اوف بالنسبه للماتش اللي حصل اتغلبوا فيه. نعم. بهني المنتخب واولادنا وان شاء الله يبسطونا في المباراتين اللي جايين علشان يعني الفرصه تكون متاحه للصعود للدور الثاني. يا رب ان شاء الله. لكن اخيرا انا متاكد انك انت اتكلمت في الاندبول والله، لان ده يعني حاجه مهمه ولازم يبقى فيه يعني برضو ادراك ان عندنا حاجه تانية يعني حدث سعيد تاني الاندبول، وربنا يكتمه مباراه يا رب ان شاء الله. نتكلم بقى في الاندبول تاني، نسال حضرتك رايك في استضافه مصر لبطوله كاس العالم لكره اليد في النسخه القادمه ان شاء الله، اعتقد البدايه من دلوقتي او من قبل كده كمان. لا ده حاجه كبيره جدا ان احنا نستضيف كاس العالم. حضرتك شايف ان في دولتين استضافوا كاس العالم، المانيا والدنمارك، احنا دوله واحده بتستضيف كاس العالم 2021. الموضوع كبير جدا ويلزمه انشاءات اخرى، ده اللي بيتعمل في الوقت الحالي، واستعدادات ان شاء الله بعد رجوع الاتحاد اكيد الدنيا تبقى مختلفه يعني في التركيز في هذا الحدث يعني ان شاء الله. اخيرا يا دكتور، انا عارف ان انا طولت على حضرتك ولكن فرصه ان حضرتك معانا، اخيرا هل هناك سيكون تعديل في قانون الرياضه؟ بص كل شيء وارد، احنا بنتصور فترات مع اللجنه الاولمبيه بشكل كبير، واكيد متفقين على ان يعني القانون حاجه كويسه بعد ظهوره في بعض المشاكل احنا شايفينها، اكيد لابد من تعديلها في رحله الدفاعيه. ده ممكن يبقى في خلال قد ايه يا فندم؟ انت عارف اي عمل اي حاجه من الحاجات دي بتستخدم وقت طبيعي لاجراءاتها ومناقشاتها، واحنا في الوقت ده يعني. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور اشرف، ويعني انا شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. ويعني الحقيقه اتكلمنا في حاجات كثيره جدا جدا فيما يخص كره القدم وكره اليد وكل شيء.